تعال نشوف هنا نمبر 1 بيقول ذا تورست وينت اكروس ساينا ديزرت. طبعا هنا عارفين ان جو بيجي وراها فيرب بلس اي ان جي. طيب جايب لي هنا رياضات معينه بس بيقول لي اكروس ساينا ديزرت يعني في الصحراء. لو شفنا بقيه الرياضات هنلاقيها ويند سيرفنج وهنلاقي سيلنج وهنلاقي دايفنج كلها بتبقى في الميه. انما التريكنج طبعا اللي هو المشي بصعوبه او الترجل ده بيكون في الارض او على الارض. نمبر 2 بيقول يسترداي ايفنينج وي توك ا بوت اند وينت ذا ريفر. طبعا انا حبايبي لازم اقول وينت داون ذا ريفر. وينت داون ذا ريفر يعني نزلنا النهر او مشينا في النهر. نمبر 3 بيقول ا بوت اند سم ويند ار وات يو نيد تو جو. طبعا انا محتاج قارب ومحتاج كمان رياح في حالة ان انا عايز ابحر. طيب يبحر يعني ايه؟ اسمها جو سيلينج. وعارفين ان جو بيجي وراها فيرب بلس اي ان جي. نمبر 4 بيقول وي كان جو توداي بيكوز اتس ويندي. طالما الجو عاصف او فيه رياح فاكيد اقدر اروح ويند سيرفنج تاني. ويند سيرفنج. نمبر 5 بيقول لي ذيس بليس سكاري دونت جو انسايد. طبعا هنا حبايبي يبدو مخيف اسمها لوكس سكاري. وقلنا لوك لما يجي وراها صفه يبقى معناها يبدو ما يبقاش معناها ينظر. طيب تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي سام تورست لايك روك اي although it's dangerous. طبعا حبايبي عارفين ان اسمها روك كلايمينج وروك كلايمينج يعني تسلق الصخور. نمبر 7 بيقول لي اي لاف اي اندر ذا ووتر ان ذا ريد سي. طبعا بيقول لي طالما هي تحت الميه فاكيد هيبقى دايفنج ودايفنج اللي هو الغطس. نمبر 8 بيقول لي when you go A you start really high but you finish on the ground. بتبدا من فوق وتنزل لتحت. ده عارفين ان هو زيب لايننج. تاني اسمه زيب لايننج. نمبر 9 بيقول لي the visitors of Mount Everest like to eat dangerous sports. طبعا عارفين ان كلمه سبورت يا تاخد الفعل دو يا تاخد الفعل تراي. فعشان كده هقول تراي dangerous sports يعني يجربوا رياضات الخطيره. نمبر 10 I go to the swimming pool every Friday. I'm good at swimming. طبعا عارفين يا حبايبي جيد فيه اسمها good at. تاني جيد فيه اسمها good at. اما good for معناها مفيد لي. طيب نمبر 11 بيقول going to the park is a great A for my children. طبعا بيقول الذهاب للحديقة A بالنسبة للأطفال. طبعا دي متعة كبيرة ومتعة كبيرة هقول a great fun. تاني a great fun. نمبر 12 بيقول لي وي شود بي كيرفول وين وي تراي ماونتين اي. طبعا عارفين اسمه ماونتين بايكينج. طبعا ما اقدرش اقول ماونتين بيلدينج ولا ماونتين كاياكينج ولا ماونتين دايفينج. تعال نشوف نمبر 13 بيقول اي كانت درايف وين اتس اي بيكوز اي كانت سي فيري ويل. طالما مش هقدر اشوف كويس يبقى اكيد يا فوجي. وفوجي يعني مليئه بالضباب. نمبر 14 بيقول لي ذا اي شو ذا تورست the important places in Luxor. طبعا اللي هيوريهم الاماكن اكيد هو الجايد. وجايد يا حبايبي بمعنى مرشد. نمبر 15 بيقول after a tiring day in the desert the tourists slept in a. طبعا بيقول بعد يوم مرهق في الصحراء اكيد هيناموا في خيام والخيمه اسمها تنت. فاكيد هيناموا in tents. اللي بعدها نمبر 16 بيقول it a us 3 days to finish our visit to Aswan. طبعا اخذ منا اسمها took us ياخذ وقت اسمها take. فعشان كده هقول it took us 3 days يعني اخذ مننا 3 ايام. نمبر 17 بيقول لي we enjoyed our picnic. قلنا بيكنيك يعني نزهه خلويه because it was a warm a day. طبعا طالما هو دافي فاكيد هيبقى sunny day. كلمه sunny day يعني مشمس. 18 بيقول لي luckily لحسن الحظ there were a lot of a when we went trekking yesterday it wasn't hot. يعني ما كانش جو حر. يبقى طالما ما كانش جو حر يبقى اكيد كان في سحب في السماء فهقول clouds. نمبر 19 بيقول لي the heavy rain made my clothes very. طبعا طالما في مطره فهتخلي الملابس اكيد wet wet معنى مبتله. نمبر 20 بيقول لي umbrellas a our heads when it's very sunny. طبعا لما يكون الجو مشمس اكيد طبعا الشمس او الشمسيه هتحمي دماغنا فبالتالي هقول protect. نمبر 21 بيقول لي most people wear jackets. معظم الناس بتلبس جواكت to keep themselves a in winter. طبعا اكيد to keep themselves warm. وان warm يعني دافي. طب تعال نشوف نمبر 22 بيقول لي the A at the top of that mountain melts. كلمة melt معناها انصهر في الصيف وطالما انصهر فأكيد هو snow. snow اللي هو الجليد. We went to the desert يعني رحنا الصحراء in Sinai and visited a family. طبعا طالما رحنا الصحراء فهنزور أسرة بدوية وأسرة بدوية اسمها Bedouin family. 24 بيقول لي the 3rd of June I am taking my final exam. طبعا انا حبايبي الايام كلها بتاخد حرف الجر اون والثالث من يونيو ده يوم فبالتالي هقول اون. تعال نشوف نمبر 25 بيقول لي the man A a mistake when he crossed the road carelessly. طبعا هنا يرتكب خطا اسمها made mistake. تاني يرتكب خطا اسمها make mistake وهنا في الماضي فهتبقى made mistake. تعال كده نشوف الجزء الخاص بين التن بيقول لي most doors are made of. احنا حبايبي is made of او are made of معناها مصنوع من. قلنا اوف يعني ماده لا تتغير. فروم يبقى الماده بتتغير.
باي يبقى هيجيب لي اسم الصانع، وان يبقى هيجيب لي اسم البلد او اسم السنه اللي اتصنع فيها الشيء. فبالتالي بيقول most doors are made of معظم الابواب بتتصنع من wood، وقلنا wood اللي هو الخشب. اللي بعدها بيقول the baker turned on the A to make bread. طبعا اكيد الخباز هيشغل الفرن، فبالتالي هقول oven تاني oven. The next number 3 بيقول لي the blanket، blanket حبايبي اللي هي البطانيه. is usually made of، طبعا البطانيه اكيد بتصنع من wool، قلنا wool معناها الصوف. number 4 بيقول لي to get water، عشان نحصل على ماء we should turn the A on، طبعا عشان نحصل على الميه اكيد بنفتح الحنفيه، والحنفيه اسمها tap، قلنا turn on معناها يشغل وturn off معناها يطفي. number 5 بيقول لي jackets are usually made of، طبعا الجواكب بتبقى مصنوعه من leather، قلنا leather اللي هو الجلد. number 6 بيقول لي is a material we use to make clothes، طبعا الماده اللي احنا بنستخدمها لصنع الملابس اكيد هي القطن، تاني قطن. number 7 بيقول لي مريم closed the A and switched the light on، طالما قعدت النور يبقى اكيد هتقفل الستاير، والستاير اللي اسمها curtains، تاني ستاير اسمها curtains. number 8 بيقول لي what A is your new jacket، قال لي it's black، طبعا الاجابه هنا بلون فاكيد هقول what color، تاني what color. number 9 بيقول لي some people think they will go to the A for holiday، بيقول لي ان بعض الناس هتروح A في الاجازه، طبعا قلنا يا حبايبي بعض الناس بتعتقد ان هي بعد كده هتروح the moon، moon اللي هو القمر. number 10 بيقول لي مصطفى is A he designs build، طالما بيصمم مباني فاكيد هو architect، قلنا architect يعني مهندس معماري. number 11 بيقول لي A panels produce electricity from the sun، طبعا بتنتج كهرباء من خلال الشمس فدي بسميها solar panels اللي هي الالواح الشمسيه. number 12 بيقول لي we can use the sun and the wind to get A، طبعا ممكن نستخدم الشمس وكمان الرياح عشان ننتج كهرباء، والكهرباء اسمها electricity، ثاني الكهرباء اسمها electricity. 13 بيقول لي there will be a lot of A cars in the future، طبعا هنا هيبقى في عربيات كهربيه كتير فتبقى electric cars، ثاني electric cars يعني عربيات كهربيه. number 14 بيقول لي the A is a machine which can fly without a pilot، بتقدر تطير من غير طيار، طبعا قلنا دي اسمها درون، ودرون يا حبايبي اللي هي الطياره اللي من غير طيار. number 15 بيقول لي A turbines use the wind to produce electricity، طبعا هنا عارفين اللي هي wind turbines، ثاني wind turbines. number 16 بيقول لي A is a round house which is made of ice and snow، طبعا مين اللي هو بيت دائري وكمان مصنوع من التلج، ده بسميه اجلو، تاني اسمه اجلو. بيقول لي كار هاز نو درايفر، طبعا هنا مين درايفرلس كار، درايفرلس كار يعني عربيه بلا قائد. اللي بعدها بيقول لي بيبل يوجوالي يوز اي تو بيلد هاوسز، الناس بتستخدم ايه عشان تبني بيوت، اكيد بتستخدم بريكس، قلنا بريكس يا حبايبي اللي هو الطوب. number 19 بيقول لي the 8 damaged some houses، مين اللي هيدمر البيوت؟ اكيد هو الايرثكويك، والايرثكويك يا حبايبي اللي هو الزلزال. 20 بيقول لي ماجد لايكس بلاينج جيمز اون هيز اي، طبعا اكيد ماجد هيحب يلعب العاب على التابلت بتاعه، يبقى التابلت. 21 بيقول لي واتس ذا اي اوف ذيز شوز، قال لي ليذر، طبعا ليذر دي ماده خام فبالتالي لازم اقول ماتيريال، ماتيريال يعني ماده خام. 22 بيقول لي موست اوف ذا ستاتيوز ان ذا ميوزيوم ار ميد اوف، يعني معظم التماثيل اكيد مصنوعه من الستون، الستون اللي هو الحجر. 23 بيقول لي is a shape like a circle، بيقول لي شكل الدائرة، أكيد يبقى round، round يعني مستدير. 24 بيقول لي the AI rest my head on is comfortable، طبعا بحط دماغي عليها عشان استريح فأكيد دي بسميها cushion، وcushion قلنا الوسادة أو المخدة. 25 بيقول لي I put the vegetables in a bag، طبعا بحط الخضروات في شنطة إيه؟ أكيد في شنطة بلاستيك، بلاستيك باج يعني شنطة بلاستيك. تعال نشوف يلا الجزء الخاص بالجرامر. number 1 بيقول لي what are you a to do next weekend، قلت يا حبايبي طالما في to يبقى لازم اجيب معاها going، قلنا going to معناها سوف، وبيجي وراها فعل في المصدر وده بيعبر عن المستقبل للتعبير عن شيء على وشك الحدوث. فلما اقول what are you a to لازم اقول what are you going to، تاني what are you going to. I am a eater this sandwich it's too cold، طيب هنا لازم اقول I'm not going to، ما تستعجلش وتقول I am going to، ليه؟ لأن اللي بعدها it's too cold، و too cold دي يا حبايبي معناها بارد أكتر من اللازم، وطالما هو بارد أكتر من اللازم فمش ممكن إن أنا هاكله، فبالتالي لازم أقول I'm not going to eat this sandwich، تاني I'm not going to eat this sandwich. اللي بعدها بيقول لي it a rain I can see dark clouds، قلت يا حبايبي لما أشوف شيء على وشك الحدوث وفي دليل قدامي فلازم اجيب going to زائد المصدر، فبالتالي لازم اقول it's going to rain، تاني it's going to rain.
خلي بالك التركيبه كلها لازم going to قبلها am I with or going لازم يجي وراها to و to لازم يجي وراها مصدر. Number 4 will I hope my uncle gave me his old bike I like it. طبعا هنا بقى مديني will give وعندنا كمان is going to give. يا ترى هاخد will give ولا is going to give؟ هقول لك لا، طالما في تمني في المستقبل التمني في المستقبل يا حبايبي يبقى بويل ما بيبقاش بجونج تو زائد المصدر. نمبر 5 بيقول هو اي تو فيزيت يو فؤاد، اه مين اللي هيزورك يا فؤاد؟ طب المصدر في هنا ويل وفي هنا از جوينج، طب يا ترى هاخد ويل ولا از جوينج؟ هتقول لك لا از جوينج. ليه؟ هتقول لي لان سايب لي تو فوق، وطبعا تو ما ينفعش تيجي مع ويل، ويل بيجي وراها مصدر مباشره من غير تو. نمبر 6 بيقول لي I will go to school tomorrow I stay at home، طالما هروح المدرسة بكرة يبقى أنا مش هقعد في البيت، فبالتالي هقول I won't stay at home، يبقى هنا إثبات وهنا نفي. نمبر 7 بيقول لي people A live on the moon in the future، طبعا بيقول لي الناس هتعيش على القمر في المستقبل، فبالتالي لازم أقول well، يبقى المستقبل هنا بكلمة will، هنا ما جابليش going to. نمبر 8 بيقول لي I think everyone A an electric car in the future، برضه نفس الكلام ده تنبؤات في المستقبل، فلازم أقول I think everyone will have، تاني will have يبقى will زائد المصدر. تعال نشوف نمبر 9 بيقول لي please tell me how I can protect A from rain. طبعا هنا الضمير المعاكس يا حبايبي من I هو myself، فبالتالي I can protect هقول myself. طيب نمبر 10 بيقول لي منار bought her needs from the market، بيقول لي منار اشترت النيدز بتاعتها من الماركت. طبعا هنا بشوف الفاعل بتاعي هلاقي منار، منار دي لو قعدت انا اقعد انا بشي، وعارفين الضمير المعاكس من شي هو herself، فبالتالي هقول herself. نمبر 11 بيقول لي the children hid to protect A from the angry dog، بقول الاطفال استخبوا عشان يحموا نفسهم لان الاطفال دول جمع. طيب الضمير المنعكس من الجمع هقول themselves، تاني هقول themselves. نمبر 12 بقول we usually enjoy A when we visit Alexandria، طبعا بقول احنا دايما بنستمتع بايه؟ اكيد بنستمتع بوقتنا. طب نستمتع بوقتنا اسمها enjoy A، اسمها enjoy ourselves، طبعا الضمير المنعكس من we هو ourselves، تاني ourselves. نمبر 13 بقول طارق blamed A for not coming first in the competition، طبعا هنا لما هقول لطارق لم ايه هقول لم نفسه، ما يكون الفاعل هو هو المفعول فانا لازم اجيب ضمير منعكس، فهقول طارق blamed himself، تاني طارق blamed himself. تعال نشوف يلا الجرامر الخاص بين التيم، بيقول تشيز از ميد ميلك، قلت يا حبايبي لازم اركز يا ترى هل الماده اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ طالما هنا الماده اتغيرت يعني الميلك بقى ماده ثانيه خالص اللي تشيز، فبالتالي لازم اقول از ميد فروم. امال امتى اقول اوف؟ قال لي لما تكون الماده ما بتتغيرش. طب يا مستر امتى اقول ان؟ قال لي اذا جاب لي البلد او السنه. طب امتى اجيب باي؟ قال لي اذا جاب لي اسم صانع الشيء. نمبر 2 بيقول لي ايه ذير اني جوس اون ذات تيبل، خلي بالك هبص الاول على الاسم اللي هو الجوس، الجوس ده يا حبايبي اسم لا يعد، وطالما هو اسم لا يعد فبالتالي ما ينفعش ار ولا ينفع وير. طب امال هاخد ايه؟ هقول لك هاخد واز، يبقى واز ذير اني جوس. نمبر 3 بيقول لي از ذس تشير اي اوف بلاستيك، طبعا انت يا حبايبي دي صيغه مبني مجهول، يبقى از مش هيجي وراها فعل فيها ان جي، هيجي وراها باست بارتيسيبل تصريف ثالث، فلازم اقول ميد اوف. نمبر 4 بيقول لي ذير اي ان رايس in the kitchen، تاني there a in rice in the kitchen. طبعا هنا برضو ببص على كلمة rice، الرايس هنا حبايبي اسم لا يعد، وطالما اسم لا يعد يعني word ما تنفعش و are ما تنفعش، بقى لي was and wasn't، اخد was ولا wasn't؟ هقول لك في any يعني دي جملة منفية فبالتالي هاخد wasn't. نمبر 5 بيقول لي the disc is made of wood، بيقول لي ان الديسك ده مصنوع من الخشب، طب الخشب اتغير ولا ما اتغيرش؟ هقول لك لا ما اتغيرش، فبالتالي لازم اقول اوف، تاني لازم اقول اوف. نمبر 6 بيقول لي there is some apples in that tree، برضه هبص الاول على الابلز، الابلز ده اسم جمع، طالما اسم جمع فبالتالي ما ينفعش از ولا ينفع واز، ما بقاليش غير مين يا حبايبي؟ ار. طيب نمبر 7 بيقول لي this window A of glass، طبعا قلت يا حبايبي الشباك ده مصنوع من، طب يعني ايه مصنوع من؟ لازم تكون is او are made of، طب الشباك مفرد فلازم اقول is made of glass. نمبر 8 بيقول لي I have a lot of juice would you like ايه؟ طبعا ده بسميه عرض، والعرض يا حبايبي بجيب فيه some ما بجيبش فيه any، فاذا هقول would you like some. طيب نمبر 9 بيقول I don't know any information about the accident، طبعا برضو هنا ببص على الانفورميشن، الانفورميشن ماله؟ هتقول لي اسم لا يعد يا مستر، طب طالما اسم لا يعد قال لي خلاص ما ينفعش مني، جميل. طيب هنا هجيب some or any، طب اجيب some ولا any؟ هتقول لي لا هجيب any، ليه يا مستر؟ هتقول لي لان دي جمله منفيه. نمبر 10 بيقول لي can I have a sugar please
Can I have a sugar please؟ قلت لك خلي بالك، خلي بالي من ايه يا مستر؟ قولي can I have، ده اسمه ايه؟ طلب. طيب والاسم ده لا يعد، فاذا هقول can I have some. قلنا some يا حبايبي بتيجي في السؤال اذا كان عباره عن عرض او طلب. Thank you very much for watching. Goodbye.